يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من يقول إن تقييد قول قاضي القضاة جائز، فمثلا أقول قاضي قضاة مصر مثلا، فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح. قاضي القضاة مثل ملك الملوك، اللي يقضي بين القضاة هو الله جل وعلا يوم القيامة، هو الحكم وإليه الحكم. نعم المعنى موجود في هذا. نعم.